اوكي مرحبا. عم نتابع في درس الميثودز في كتاب جوليا، اوكي الرسمي. فهون عم بيحكي عن الاتريتد ديسباتش. هلا خلينا بس شوي نذكر بعض شو الديسباتش. هلا احنا اتفقنا انه الداله نفسها، انت بتكتب داله عامه تاخذ متغيرات يعني انه بانواع، مش مهم شو ما تكون. اوكي طيب، هلا لما بدك تعمل انت دال يعني كل دالة، او اذا عملت دالة بدك اياها تاخذ انواع مختلفة، لما يكون عندك النوع مختلف بصير عندك كل مرة طريقة شكل. تمام هلا فهيك بتكون لما تطلب الفانكشن حسب النوع بنطلب يعني التكويد الفلاني هذا، فهيك بصير الدالة هيك عندها لها طريقة. اوكي فالطرق اللي منبثقه من هاي الداله من هذا الفانكشن، يعني الميثود له، عفوا الفانكشن له ميثودز، اوكي له طرق تنفيذ تطبيق، له طرق شو بالتطبيق، فحسب النوع بيطلع لك تطبيق، بس هو بيكون نفس الاسم مثلا للفانكشن. اوكي ممكن يكون عندك له كذا كذا ادخال ماشي، بس هو بنفس الاسم. طيب هلا بقول لك، لما هلا اذا افترضنا في عندنا لستة بتكون يعني شو اسمه سيستم من الارجمنتس، سيستم من الادخالات، وبتكون طبيعه الادخالات هاي بارامتريك، يعني انت بتيجي بتحط له نوع على كيفك. اوكي بس شو انت حاطط انه مثلا مثلا هون حاطط بي نقطتين وتي او شيء، او لا هون ماتريكس اساسا انه هون الماتريكس شيء عام نوع عام. اوكي هون عم بحكي عن مصفوف في المثال، بس جايين للمثال، بس انا اساس انه هون بحط شيء نوع تي نوع ام اللي بدك اياه. اوكي كابيتال تي كابيتال ام، المهم يعني زي ما بيمرق مثلا معنا كان يمرق شيء مثلا مثل التي والام اللي هون. اوكي هذول البارامتريك. طيب هلا اذا كان عندك هيك لستة، اوكي وبتكون من متعددة المستويات المراحل، اوكي وحتى انت تصير تعمل ديسباتش عشان تصير تعمل نوع من الانتقاء بين اي طريقة بدك تستعمل على نفس الدالة، اوكي اي ميثود على من اي على اي ميثود بدك تستعمل انت، او الكمبيوتر راح ينفذ، هو بالاخر الكمبيوتر راح ينفذهم، اي ميثود راح تنفذ تاب وتكون تابعه لهذا الفانكشن، فانكشن واحد يعني. اوكي بيكون عندك مثلا احنا هيك المقصود، بيكون عندك كذا فانكشن، كل فانكشن له تطبيقات مختلفه، فاي تطبيق انت بدك تستعمل للفانكشن الواحد. فهذا السؤال اوكي حتى تستعمله حتى تنفذ او تعطي الجواب فيه على هيك لست حكينا فيها انه مالتي ليفل بارامتريك ارجيومنت لست بسموها بالانجليزي. تمام ان العاده عاده هو من الافضل انك تفصل كل مستوى من الانتقاء من التوزيع الى دوال مختلفه. اوكي هي افضل شيء، يعني انت ما تحط اسماء بنفس الاسم وتجي تعمل او يعني تعمل هيك دوال بشكل عام تحطهم بنفس الاسم، عرفت كيف؟ هي يعني احسن لك تعمل فانكشنز كل واحد لحاله باسم لحاله، بهذا ما تدخلنش ببعض، فهمتني كيف؟ هو هذا احسن. اوكي فهذا بقول لك ممكن انه يبين كثير شبيه لطريقه انه تعمل سنجل ديسباتش، انه ما عندكش انت كذا 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 طريقه او كذا تطبيق لنفس هذا، هيك بصير عندك كانه بس تطبيق واحد هو عداله واحده ما في غيره، عرفت كيف؟ بس انك عم بحاول برهن لك هلا انه هاي طريقه المالتي ديسباتش، انه في عندك كذا كذا تطبيق او كذا طريقه اوكي في استعمال الداله، هذا الشيء بيعطيك مرونه اكثر. اوكي ف مثلا المحاوله انك تعمل ديسباتش او هذا الانتقاء بين الطرق على نوع العنصر في شيء لستة شيء array يعني، راح عادة يدخلك في حالات غامضة. اوكي ما عارف حالك انت شو وين لازم تروح. اوكي فهلا بس شو اسمه بدل هيك، اوكي الكود المتعارف عليه راح شو اسمه راح يمشي ويختار اوكي بناء على نوع المحتوى اوكي او نوع الحاوي، عفوا نوع الحاوي. اوكي وبعدين بتنزل على يعني حالات
او على الطرق من الدوال اللي هي بتكون اكثر دقه. اوكي، يعني اذا اثنيناتهم ببلشوا بانتجر بدك تدخل لهم الداله، اذا في عندك داله وعندك لها طريقتين مثلا وحطيت انت الاولانيه بتبوش بتفوت على انتجر باولها وبالطريقه الثانيه بتفوت على انتجر، بروح بدور هو الثانيه بيمشي على الوحده الاداء. يعني مثلا الثانيه وحده والله فيها وحده بتاخذ هناك انتجر وكاركتر، بعدين هناك عندك انتجر ومثلا فلوت، فبصير ياخذ هو الاداء حسب الطلب. عرفت كيف؟ هلا هات صار تفصيله وتفلسف. اوكي، ف وبمعظم الحالات الخوارزميات بتعير حالها اوكي بشكل مناسب وسهل هيك لهي الهرميه، لهي طريقه الهرميه. بينما بالحالات الاخرى هذا الشيء بنحل، او هاي الشغله بتنحل بشكل يدوي. اوكي، فهل هالانتقاء او هالتفريع يعني اللي عم بيصير، يعني زي اعتبر اذا كان عندك سويتش كهرباء هون وعم بتبدل هاي اللمبه الاولى، اللمبه الثالثه، اللمبه الثالثه، اوكي، اي وحده بدك. ف هالانتقاء هذا اللي عم بيصير ممكن يلاحظ. فمثلا لو بدك تجمع انت يعني مصفوفتين، تمام، فشو بصير عندك؟ بتعمل مثلا بتجيب اشارة الزائد وبترد بتعرفها كدالة، وانه بتاخد قيمتين هن على اساس لستتين بس بيكونوا مصفوفتين، مثلا 2 ب2 2 ب1 مش مهم، اوكي، 3 ب3 مش مهم. فهو شو بيجي بيعمل؟ بقول لك هاي الاي بتاخذ شيء من نوع ماتريكس، والبي كمان بتاخذ شيء من نوع ماتريكس، انك عم تجمع ماتريكس اي زائد ماتريكس بي، مصفوفه اي زائد مصفوفه بي. شو بتصير العمليه؟ هي بالضبط كانك عم تعمل سامل فانكشن ماب، هلا بقول لكم الماب اذا ما بتعرفوه، زائد انه بتجيب الفانكشن ماب بتطبقه على الزائد وبياخذ العناصر بالاي والبي. هلا شو الماب؟ الماب معناها انه انا مثلا بصير بجيب هلا خلينا من الاي والبي. اذا مثلا عم بتقول 2، لو كان فانكشن عندك بلس 2 على الاي، بتصير بتاخذ كل عنصر في اي وبتطبق عليه وبتدخله على الفانكشن بلس 2. يعني مثلا اذا اول عنصر فيه 1 مع الزائد 2 بصير 3، ثاني عنصر مثلا فيه 3 بصير زائد 2 بصير 5، وهيك بتاخذ عنصر ورا عنصر. هلا هون عم بصير بالماب هيدي اللي عم استعملها انه عم بياخذ كل عنصر من اي بيجمع مع كل عنصر في بي، بس بيكون على ذات الترتيب، يعني بذات الرقم الفهرسي. اوكي، وبعدين احنا بنعرف بس جمع المصفوفات بتاخذ يعني الارقام اللي مقابيل بعض على نفس الخانه. اوكي، يعني لو كان عندك مثلا مصفوفه مربعه 2 ب2 عم تجمعها مصفوفة ثانيه 2 ب2، فبتاخذ شو اسمه اول وحده من فوق. اوكي، يعني بتاخذهم كل وحده اللي مقابيل بعض، اوكي، اللي قاعدين على نفس السوا، على نفس السطر، نفس العمود، بتجمعهم مع بعض، اوكي، وبتحطهم بنفس المكان. اوكي، اسد التذكير يعني عشان نعرف عن شو عم بيحكي هو. طيب هاي عندي لستة، هاي 1 2 3 4 نجمع معها اوكي 5 6 7 8. شو بصير؟ بجيب الواحد مع الخمسة، تمام، 1 مع 5 بتطلع 6، اوكي، 2 مع 6 هيك بجمعهم، يعني مقابيل بعض، يعني هاي وهاي الواحد والخمسة هون عندي اياهم على نفس ال نفس الاحداثية، اوكي، فاللي على نفس الاحداثية بجمعهم مع بعض، مثلا 2 و5 بيطلعوا، ايش اسمه، 2 و5 عفوا، 2 و6 اوكي، 2 و6 لنفس الاحداثية، فبيطلع معك 8، تمام. هلا نجي ننزل بعدين 7 و3 بيطلع 10، اوكي، وعندك ال شو اسمه 4 و8 12، تمام. فهذا هو الجمع اللي بيطلع، اوكي. ف الماب حتساعدني ان نعمل هذا الشيء قد ما تكبر اللسته، تمام، قد ما تكبر الماتريكس، قد ما تكبر المصفوفه، بجمع عليها يعني. هلا المشكله انه انت ممكن يطلع شيء رام بالنص من هدول، تمام، مثلا هون حطيت لك مثلا 1.5، تمام، حاط هون 1.5، طيب ما هذا هون الرام انتجر وهذا الرام هون فلوت،
طب هول من الاساس يعني بيركبوش على بعض على المعالج، فانت شو بدك تعمل؟ هيدي لازم على الاقل تحولها فاصلة خمسة حتى يشتغلوا اثنيناتهم انه نفلوت. اوكي، ف كرمال هيك بستعمل انه بيرد بيعرف انه الاي بلس بي جمع اثنين ماتريسيز اي بلس بي هو انه ال بجيب اشاره الجمع وبيعمل بروموشن، بيعمل ترقيه للاي والبي لاقرب مجموعه فيها تضم الفلوت والانتجر. عرفتوا كيف؟ يعني الفلوت والانتجر بدك تحولهم اثنيناتهم لتعتبرهم ارقام، مش تطلع فيهم كانه رقم واحد رقم فواصل ملوش علاقه برقم الانتجر. اوكي، فمشان هيك بدك ترقي واحد منهم. فهمتني كيف؟ هو البروموت معناها هي كلمة انجليزية بالعربية، كلمة بروموت معناها انه يعلي، يعلي الترقية، يعني زي مثلا بالجيش بيرقوا رتبة، فبيعلي الرتبة تبعته. اوكي، فالانتجر بدك تعليه حتى يدخل ضمن مجموعة الارقام الحقيقية، ارقام الفلوت. اوكي، ارقام فواصل. طيب، لانه هذا كمبيوتر هون شباب، مش عم نحكي نحن هون عن انسان. تمام، انسان بفكر بشكل مختلف. اوكي، وبعتبر هاي الاشياء افتراضيه. الكمبيوتر لا بتفرق معنا انه في قصه هاردوير بالداخل وكيف البتات موزعين، واحنا حكينا عن هذا الموضوع بالاول. تمام، هلا بقول لك بمجرد ما هن صار عندهم نفس النوع بسبب الترقيه، لانك انت مثلا انتجر بتعليه لفلوت بتعمل نوع من التحويل، يعني صار فانه من انتجر لفلوت. اوكي، هيك بصير فيك تجمعهم. كيف مثلا اذا كان عندك مثلا عبر، يعني انه ممكن نجمعه، فمثلا عبر العمليات ال يعني الاوليه بتكون مفضوحه او مكشوفه من خلال او اللي بفضح لك اياه وكشفتك اياه بكون هون المعالج. تمام، فبتستعمل هون مثلا اذا فرضنا مثلا بدنا نجمع شيء فلوت مع شيء فلوت ثاني، بس تجمع انك A و B في العادي. بس شايف كيف لما زي ما عم ماتريكس كيف عمل لك كذا تعريف عشان تقدر توصل للماب العادي. تمام، انه ومش بس الماب عادي على اساس نخلص من اذا كان في واحد منهم يكون انتجر مثلا. اوكي، هلا في عندنا الديسباتش اللي بيكون تريت بيست. اوكي، تريت بيست ديسباتش هو العنوان هون، بس عم بقول بنحكي انه هون الانتقاء بين الطرق بناء على الخصائص. اوكي، او على الصفات. ماشي، ف امتداد او توسيع، يعني اذا بدك اياه امتداد يا توسيع بدك اياه، بس هي الكلمه هون اكستنشن معناها امتداد او اضافه. اوكي، ممكن يعني طبيعتها، يعني هي طبيعيه لقصه الاتدريتد ديسباتش، هالديسباتش اللي بيكون طبيعته متكرر، هالتوزيع بيكون متكرر اللي حكى عنه في الفقره السابقه. هو انك او انه الاضافه الطبيعيه على قصه الاتدريتد ديسباتش هو انك تضيف طبقه ل يعني عمليه اختيار الطريقه من الدواء من الداله، او طريقه التطبيق اللي بدك اياها من الداله، اللي هي بتسمح انك انت تعمل اختيار، خلينا نقول ديسباتش نوع من الاختيار اكثر، على مجموعه من الانواع اللي هي بتكون مستقله من المجموعات اللي بتكون معرفه عبر هرميه النوع. اوكي، يعني التراتبية اللي جايبها الانواع، مثل ما حكينا الفلو، يعني مثلا رقم بتفرع لشو؟ لا وهذا بصير في عندك هرم بالاخر. اوكي، فالتراتبية هي، فعندك الرقم بتوزع على انتجر وفلوت، الفلوت ممكن يكون 64 بت، ممكن يكون 32 بت، الانتجر على انواعه 8 16 32 64 128 بت حسب. تمام، حسب المعالج المستعمل. طيب هلا نحن ممكن يعني نعمر هيك مجموعه عبر كتابه، يعني اذا استعملنا فكره اليونيون من الانواع. اوكي، ففينا نعمر هيك مجموعه عبر كتابه يونيون الانواع اللي احنا عم نشتغل على عليها. اوكي،
احنا بنشتغل عليها. لكن هذا هاي المجموعه ما حتقدر تخليها يعني انه ينزاد عليها زياده او تمدها زياده، اوكي، لانه انواع اليونيون نفسهم اي شيء جاي على طريقه اليونيون ما فيك تمدهم بعد، اوكي. ولكن مثل هيك مجموعه قابله للتمديد او تطويل او توسيع اذا بدك، اوكي، ممكن تكون تتبرمج بنمط تصميم يسمى عادة هولي تريت، يعني الصفة المقدسة زي ما بدك تقول او الخصيصة المقدسة، اوكي. هلا هاي بدك تصير تشوفه هون في الكود في الجيت هاب، اوكي. عم بشرح مثلا هون سترايد اري هي يونيون منا موسعة، فبعطيك مثال عليها، اوكي، ماشي. فبتقرا هيدي المقالة كلها وتفهم عن شو بيحكي. انا مش رح اجي اجي افوت فيها هون، لانه عم بيحكي هون عن صورة وانه كيف تطلع فيها كلستة من نقط، عرفت كيف، ملونة. وشو بعد هون، انه هو يعني موضوع هلا بصير تشعب، فانا ما راح افوت فيه هلا، اوكي، وحتى مش راح افوت فيه، اوكي، راح خلينا بموضوعنا على تريد بيس ديسباتش. طيب بس هو عم بقول لك انه كيف ممكن توسع الموضوع وتغيره يعني، تمام. هلا فهالنمط بكون مكتوب كوده عبر تحديد يعني داله عموميه عامه مشتركه، بتكون يعني جينيريك، اوكي، اللي هي بتحسب ما يسمى بالبرمجه شيء بنسميه سنجلتون، اوكي. كل مره بيحسب سنجلتون مختلف، اوكي، او قيمه سنجلتون مختلف. شو السنجلتون؟ بيكون في عندك متغير بكل الكود مذكور مره واحده، اوكي، بس كل مره بهذا السنجلتون بنحط له هون قيمه مختلفه، اوكي. او بيكون السنجلتون هون المنفرد هذا يعني الكائن المنفرد هذا بالكود، اوكي، ممكن يكون مش بس قيمه، ممكن يكون نوع، اوكي. فلكل اوكي، فهون هذا الفانكشن اللي عم بحكي عنه بصير انه يحسب قيمه مختلفه لهذا المتغير المنفرد، اوكي، او الوحيد لكل مجموعه صفات، اوكي، اللي هي بيكون المدخلات الداله ممكن تنتمي لها. هذه اذا هاي الداله هي صافيه، يعني انت ما بتستعمل مثلا جلوبال وبتجيب مثلا انه بتستعمل كداله منفصله، تمام، بدك تدخل البيور فانكشن دائما داله صافيه، يعني انت ممنوع شيء من جواها يلعب بشيء بقلب الفقره تبعت الفانكشن، يلعب شيء من شيء من نص برمجي خارج فقره الفانكشن، اوكي، بده يمرق اي شيء بده يتلاعب تتلاعب فيه الفانكشن، بده يمرق من خلال التوقيع تاعها خلال سيجنتشر. بقول لك اذا هذا الفانكشن كان بيور، هالجينيريك فانكشن، هالداله العموميه هاي بتكون صافيه، ما في اي تاثير على الاداء مقارنه بال يعني بالانتقاء او بالاختيار الطبيعي بين الطرق، اوكي، بالنورمال ديسباتش هون. فهالمثال او المثال في القسم السابق عم بيحكي عن مثال ايا تبع الماتريكس، اوكي، خلي عينك عليه. بيكون يعني القى الضوء على تكويدات تفاصيل تبعيه الفانكشن ماب والبروموت، اوكي، اللي هن
كلاهما بيشتغلوا بناء على هاي الصفات او الخصائص. فاذا لما تكون عم يعني بعدين هون اتريتنج ديسباتش، لانه انت هلا فهمت شو عم بحكيك في اتريتنج ديسباتش، لانه انت عندك الماتريكس كل عنصر ممكن يكون فلوت او ممكن يكون انتجر، وعم تجمع من الطرفين ومش معروف شو هو. انت جاي عندك عم تكرج على لستك طويله، عرفت كيف؟ فاللسته الطويله اللي تكرج عليها بدك تستعمل شيء زي وايل لوب وفور لوب، يعني شيء حلقات مفرغه، عرفت كيف؟ التكرار يعني هون على كل عنصر بعنصره. فهيك الديسباتش، فبصير توزيع انه بدك اي جمع، هاي ولا هاي الطريقه من الجمع، فهمت شو؟ فنفس الشيء هون صار عندك بس هذا. هون شو عم بقول لك؟ لما تكون انت بتعمل يعني البرمي هاي اللي عم تعملها على كل عنصر في لستة، اوكي؟ مثل ما بصير بعمل مثل ما عرفنا لكم شوي الماب كيف تشتغل. وحده من ال يعني سؤال واحد مهم هو بيمر عليك، انه ايش انه اي امر لازم تستعمله حتى شو اسمه تمشي على الداتا، اوكي، او حتى تمرق بكل الداتا وتعربها كلها وتمشي عليها كلها، اوكي، عشان تعرف تشتغلها، اوكي. فلما يعني النوع اللي اسمه abstract array الليسته بشكل عام بشكل المجرد، اوكي، بتيجي اوكي لما يجي هذا النوع بيجي بيكتب الكود تبع base dot index style، اوكي، والصفه تبعيته هون تبعيت البيز اندكس ستايل هون من مكتبه البيز. في عندنا شيء اسمه اندكس ستايل، اندكس ستايل من اسمها بس مش رح احكي اكثر، اللي هو عم بيقول انه لان احنا مستكشر جوليا هون، فهون يعني اسلوب الفهرسه، اوكي، او المؤشر بقلب اللسته، اسلوب المؤشر بقلب اللسته. ففي هذه الصفه هاي، اوكي. فلما يجي عندك الابستراكت نوع الابستراكت اري، اوكي، او اي شيء طالع من الابستراكت اري كنوع، اوكي، ممكن يكون فلوت اري، يعني لستة فلوتس، لستة ارقام فواصل مثلا، اوكي. فبتستعمل الصفة اللي هي اسمها اندكس ستايل من مكتبة البيز. الدوال الاخرى مثل ماب ممكن كمان تعمل ديسباتش، تعمل انتقاء على هاي المعلومة حتى تختار افضل خوارزمية، اوكي، يعني اكثر خوارزمية مناسبة، ماشي، عشان تخلص الشغل. هلا بقول لك شوف الابستراكت اري كيف لها انترفيس، لها واجهه، مش واجهه رسوميه، يعني بحكي طريقه تخاطب مع هذا النوع، اوكي. فبقولنا شوفوا، اوكي، هلا مش ضروري، اوكي، هلا كل هذا راح فشلون، يعني كل شيء بيمر هيك بديش فت فيه. خلص احنا فهمنا انه هو حينقي باستعمال حيخلي الماب تزبط حالها على الاندكس ستايل وتصير تمشي، عرفت كيف؟ فهذا بيعني انه كل سب تايب ما بحاجه انه يكتب كود هيك على للماب على كيفه، اوكي. فكل نوع داخلي هون مثلا ابستراكت اري قلنا مثلا في عندك الانتجر فلوت انتجر اري وفلوت اري، يعني لسته فلوتس لسته انتجرز، اوكي. ف هون ما انه كل نوع ما بحاجه بهالطريقه انه يجي يكتب شو اسمه خوارزمي او الفانكشن الماب اللي حكينا عنه، انه هو بيطبق الفانكشن على كل عنصر في الليستة، اوكي، انه يعمل واحد على كيفه لكل نوع موجود، نوع جزء ضمني بقلب مثلا الابستراكت اري، اوكي. وهذا سببه يعني لانه يعني التعريفات العموميه لا يعني للصنوف الوصف تبع اشاره الزائد، اوكي، راح تفعل النظام حتى او راح تخلي النظام تسمح للنظام انه يختار ال يعني الطريقه اللي عندها خوارزميه اسرع شيء، اوكي، او هم انا بطريقه بحكي عن طريقه الدالي يعني، اوكي، او تطبيق الدالي اللي بيكون الاسرع فيها، تمام. هلا راح افاجئك في الماب معرفها هيك كلعبه، اوكي.
انه لعب يعني. اوكي، فحي عشان نفرجيك كيف انه الاختيار للدوال بيتم بناء على الوصف او على الصفه، مش على الوصف، على الصفه. اوكي، فعندك هون الماب عم بتعرفها، بتاخذ الفانكشن اف، بتطبق هذا الفانكشن اف بناء، عندك لستتين، في عندك لسته الاي ولسته البي، فعم بتطبق الاف على الاي والبي. اوكي، هلا الماب بتكون صارت انه بيز دوت، يعني الفانكشن اللي حي اللي عم بستعمل هون شو هاي، ما فهمتهاش انا لسه بعد. اوكي طيب، هلا هون بياخذ بيز اندكس اري، بس خلينا نشوف هون اذا في شيء تحت. طيب هلا من البيز اندكس ستايل، اوكي خلينا نشوف لك هون، شوف شو بيعمل بالاندكس ستايل. ايه هاد نوع، اوكي طيب خلص انسى الموضوع هلا بخلص. المهم ف بنكمل. في عنا كمان هون عم بيحكي انه هو التعريف العام انه شو الفهرس اللي بستعملها على ال A وال B. اوكي، بس هون لانه في كذا طريقه، يعني في طريقه بتيجي كارتيجيان بمعنى انه كاحداثيات، او بتيجي اللينير اللي هي بيكون حبه ورا الثانيه زي الستات ورا بعض، العناصر بيجوا ورا بعض مش بيجوا بجدول. كارتيجيان تقريبا بصير اذا كانوا بتعمل جدول. تمام، انه في طول وعرض يعني بالموضوع، في في شو اسمه، يعني كانوا رسم بياني عم تنقي النقطة اللي هي بتكون احداثيتها مثلا عموديا على الارتفاع واحد، وعلى افقيا رايحة مثلا على اليمين اثنين مثلا، هيك الكارتيجيان. طيب فالاندكس ستايل بيجي منه نوعين، يعني اوكي في اندكس كارتيجيان مثل ما اتفقنا، واللينير. اللينير هو بتيجي تسلسل 1 2 3 4 اوكي، كله على نفس العمود، على نفس او على نفس السطر. اوكي، بس ما في هون باللينير انه عمود او صفر اصلا، يعني تمام، انه جاي على نفس الخط هيك قصدي يعني. طيب ف فهل شو اسمه، هل الطريقه هاي اللي بتعتمد على مش بحكي عن طريقه الدوال، على التقنيه هاي اللي عم يستعملوها انه او المقاربه هاي اللي عم يستعملوها اللي بتعتمد على الصفه، هي كمان موجودة في يعني فانكشن البروموت. انزل شوي تحت، ما في شيء على البروموت. اوكي، اللي هي بتكون موظفة عبر عملية الجمع الزائد. اوكي، فهي بتستعمل البروموت تايب، اوكي اللي هي بترجع يعني optimal common type. اذا بنتابع عم يجيني تليفونات، ما هو فال promote type نوع ال يعني بحكي عفوا نسيت وين صرت، فصار عندها هون الشرط الزائد تستعمل promote type. اوكي، اللي هو function برجع لك انت بس تجمع رقمين وكل واحد بانواع مختلفه، حيرجع لك النوع الافضل اللي اخترته من كل هدول الدوال، عرفت او من كل هدول الطرق اللي تابعين للدال الوحده. اوكي، فهي بتخليك انك تقلل مشكله تكويد كل داله لكل زوج من الادخالات المحتمله. اوكي، حتى وانك تقللها وتقلصها لتكون مشكله او مساله تكون اصغر بكثير، ما عادش تدخل تفوت كثير في هاي التفاصيل. اوكي، وبالاضافه بتحصل على جدول من يعني شو يعني من شو اسمه، يعني في عندك انت بدك ترقي مثل ما اتفقنا الفلوت الانتجر بدك تحوله لفلوت،
فتعليه لفلوت، بس هسه بصير يركب على فلوت ثاني، فبصير في عندك جدول من هالتحويلات هيك اوكي من الاخر اوكي. وهالتحويلات طبعا قوانين الترقية هي بتعمل لك اياها، فبتحصل على هذا الجدول من قوانين الترقية هيك اوكي. وان هو بيحكي اكثر عن الجدول، عن جدول من يعني شو اسمه قوانين الترقية او شروط الترقية المفضلة هون اوكي، والمفضلة من قبل يعني جوليا انه هي رح تعطيك افضل شيء يعني شو بالانتقاء بين هذا. طيب هات نشوف شو في بعد عندنا اوكي. هلا كمان في عنا ال شو اسمه حساب نوع المخرج اوكي، نوع النتيجة يعني اوكي بالحساب، او بتكون الحساب اللي بيكون بيعتمد على نوع النتيجة اوكي. فهذا ال عم بيحكي هون النقاش تبع او الخاص ب يعني الترقية المبنية على التريت على الصفة اوكي، بيأمن الانتقال نحو نمط تصميم ثاني اوكي او التالي، لانه هو بيحكي عن نمط تصميم هون اوكي. هو حساب نوع العنصر المخرج لشي عملية يعني ماتريكس اوكي، عملية مصفوفات اوكي. لحتى تكتب شو اسمه العمليات الاولية، عم نحكي عن العمليات الاولية البدائية البدوية اللي هي بتحكي عن الزائد والناقص وهي الاشياء اوكي. ومنها هون عم بيركز على عملية الجمع مثل ما شفنا من شوي. نحن بنستعمل فانكشن بروموت تايب، هذا اللي بالازرق اسمه هيك اوكي، حتى يحسب ال المخرج او نوع المخرج المرغوب فيه اوكي. فبنستعمل نحن الفانكشن بروموت تايب حتى يقول لي شو نوع الشيء الطالع اوكي من الفانكشن. فنحن قبل مثل ما من شوي شفنا نحن شفنا هذا الشيء في فانكشن، في استعمال للفانكشن بروموت لما البروموت تشتغل على او لما البلس تيجي تشتغل وتستعمل البروموت اوكي. ف لدوال اكثر تعقيدا على او لاجل دوال اكثر تعقيدا في المصفوفات، هم ممكن انك تحسب النوع يعني نوع نتيجة الحساب، نوع يعني نوع الداتا اللي طالع من نتيجة الحساب المتوقع، نوع المتوقع لنتيجة الحساب اوكي. هذا اللي عم نحكي فيه. فلا وهذا النوع بيكون ل سلسلة معقدة من العمليات الحسابية اوكي. فهذا الشيء بيكون يعني بينحل وبنشغل اوكي باستعمال الخطوات التالية اوكي. بتكتب شيء function اسمه op مثلا، اللي هو بيعبر عن مجموعة العمليات اللي بتكون مؤداة او يعني نفذت من خلال يعني نواة الخوارزمية تمام. احسب عملية او احسب نوع R اوكي ل يعني لنوع العنصر اوكي من النتيجة من الماتريكس اللي ظاهرة اوكي. يعني مثلا جمعت رقمين، جمعت مصفوفتين، النتيجة اللي ظاهرة اوكي احسب النوع تبعها اوكي، والنوع اللي عم يحكي فيه هو نوع كل عنصر موجود في الماتريكس في اللستة اوكي. ك promote op بتجيب الاوبريشن، بتجيب الارجيومنت تايبس
اوكي انواع الارجيومنتس حيطلعوا لك، بحيث انه يعني انواع المدخلات اللي داخلين، اوكي بحيث انه هون انواع المدخلات هذه القيمه argument types هون، اوكي بتكون محسوبه من ال type يعني ال element type، نوع ال ايش سموه النوع العنصر بقلب الماتريكس، اوكي بقلب المصفوفه، بيكون مطبق على كل مدخل في الماتريكس او بالاري او باللسته. اوكي خلينا ناخذ مثال بيكون احسن بلا هالحكي الفاضي. اوكي وبعدين بقول لك ابني الماتريكس النتيجه اوكي كفانكشن باستعمال الفانكشنز سيميلر ار ديمز، اوكي هون ديمز دايمنشنز اوكي الابعاد، عندك النوع ار اللي هو نتيجه النوع يعني. اوكي هون قديش ابعاد اللسته اللي طالعه معك، قديش مثلا 2 2 3 3 ما بعرف، المهم اوكي طيب مثلا عندنا فانكشن اسمه مات مالتيبليكيشن او ماتريكس مالتيبليكيشن، كيف تضرب 2 ماتريسيز ببعض. اوكي فبتاخذ انت العنصر AI والعنصر BI وبتجيب شو اسمه AI times BI اوكي زائد AI times BI. طيب ال AI times BI وزائد AI times BI يعني شو عم بيعمل؟ بقول لك هذا الشيء مش كافي لانه هي بتفترض انه الفانكشن اللي هو 1L type A يعني واحد هون في 1 اوكي L type A هو قابل لتعمل منه constructor. اوكي ماشي انك تبني منه شيء تمام، مثلا عندك النوع R حيكون تستعمل هلا بدي اشوف من جوليا شو الفانكشن 1 بيعمل. اوكي خلينا نشوف بس حاطين شيء. طيب بقول لك هذا بيفشل لانه هون تفترض انه العنصر الاول باللستة موجود وهو بيمثل كل ال كل عنصر اوكي بيكون نوع تاعه ار اللي هو بيكون اوبريشن بين العنصر الاول من اللسته مع العنصر الثاني من اللسته، العنصر الاول من اللسته الثانيه عفوا اوكي، فبطلع العمليه تبعيتهم يعني انت بتكون تطبق هاي تمام. هلا بروموت تايب اوكي هون هذه مش صحيح لانه هون تفترض انه شرط الزائد بتطلب ال البروموت تايب، بس هذا الشيء مش صحيح لانه بعض الانواع مثلا مثل البول ما بتزبط اوكي، فهذا الشيء غلط لانه انت بتعتمد على نوع النتيجه ل باستعمال استنتاج النوع اوكي
اللي هو يعني مش كتير منيح صراحة هون، عرفت شو؟ ومش كتير يعني محسن أداؤه. اوكي، فإذا بتعتمد على الاستنتاج مش كتير مزبوطة. اوكي، التحديد بيكون من عندك أحسن دايما طبعا، هاي تمام. فبتكون النوع تبع الار حيكون من البيز، رجع الانواع تبعيت انك تطبيق الاوب اي وتجيب العنصر تبع او اي هون ترجيع الانواع تبعيت الاوب وباستعمال ال تايب اي وال تايب اي. اوكي، بس هذا بالنهايه هذا الشيء اللي هو بيشتغل. اوكي، انك تعمل تجيب العنصر تبع ال A وال نوع العنصر تبع ال A والنوع العنصر تبع ال B وتعمل لهم بروموت، ترجع ال type R فيها. اوكي، وبعدين بقول لك على الرغم من هي ممكن تعطيك انت نوع اوسع بكتير، يعني المجموعه تبعته مثلا انت صرت تحكي بالنمبرز معش بس بالفلوت، من انتجر لفلوت مثلا، بصير يعطيك نوع اوسع مما انت بتحتاجه او بترغب فيه. فهذا عاده راح يعطي نوع صحيح. اوكي، النوع الصحيح هيك. فباستعمال الفانكشن هون عم تستعمل فانكشن سيميلر، عم بتجيب الليستة بي عن نوع ار، حجم الليستة A مع حجم الليستة B. اوكي، بتكون على نفس النوع R المشابهين بقلب الليستة B. اوكي، فك بتاخذ الاوتبوت. هلا بكون اذا ايه، فاذا كان حجم الليستة A اكبر من صفر، اوكي، هون عم بياخد الليستة اللي بتكون فيها عنصرين، فهو بيطلع واحد هون عنصرين، هون بيطلع واحد، هون الليستة واحدة. فعندك ال A بتكون هون، عم بقول هون عفوا هون اذا عملنا هاي طلعت اكبر من صفر، اذا كان في داتا يعني. بقول من واحد لحجم الليستة بي، بلش امرق فيهم، بعدين بقلب الليستة اي امرق فيهم كمان، عمل اي بي بيكون من نوع ار، بيكون بجيب اوكي ماشي، لانه عم بضرب هون الليستتين ببعض، فطريقة الضرب موجودة هون، وهي العملية الحسابية، وبس عم بيضرب هون. اوكي، وبحط بالليستة الاوتبوت تبعها. اوكي، ولازم يكون النوع تبع النتيجة يزبط على الار. اوكي، هلا فهمت شو عم يعمل هون كلها. هلا هو بالنسبة للفانكشن سيميلر، اوكي، عم بيحاول بعد البروموت طلع النوع الشامل اللي هو ممكن يدمج النوعين ببعض. هاي كل العملية هاي عشان يحسن من اداء الحساب. اوكي، حتى لو توسعت هذا ويدقق بالنوع. اوكي، فبس يعمل بروموت للتايبس بصير كلياتهم نفس النوع، خلص كل شيء بصير الحساب دغري، مش انه تصير ساعة يتحذر وهذا ضيع الوقت، هذا هو كل المقصود من الموضوع. تمام، فطبعا هي بس انه هون جوا عم بضرب اثنين ماتريسيز بالبعض. اوكي، فهذا الفانكشن كله شغلته انه مثل ما فهمته، اوكي، يرجع ضرب مصفوفتين مثل ما شفنا من الاول، يعني مثل ما مكتوب في راس المثال. اوكي، وشوي طول فيه بسبب الكومنتس، بسبب التعليقات. تمام، طيب هلا بنكمل. كمان عم بيحكي انه separate convert and kernel logic، يعني انه تكويد انه مختلف او مستقل او منفصل. اوكي، للتحويل. اوكي، على الانواع هون، فواحده من وحده
بطرق بطريق يعني بشكل مميز انك انت تخفف من اوقات الكومبايل، انه تحول البرنامج لتطلع برنامج، يعني اذا كتبت كود طويل مثلا تخفف، بدك تخفف من وقت تعمير البرنامج. اوكي. وكمان انك تخفف كمان من ما يسمى يعني تعقيدات الاختبار تبع البرنامج، انك تتأكد من كل شغلة بالبرنامج، هو انك يعني تعزل المنطق او الكود تبع التحويل لنوع المرغوب به والحساب. اوكي. فهذا بيسمح للكومبايلر، بيسمح لمترجم اللغة انه يحدد ويخلي يعمل شيء ما يسمى انلاين، يعني يخلي البرنامج يشتغل كليا بالرام. اوكي. فيعمل له انه انلاين لمنطق التحويل، اوكي، او كود التحويل بشكل مستقل من باقي يعني النص البرمجي للكود، النواة الخوارزمية تبعيتك. اوكي. هذا الشيء او هذا نمط يعني نمط برمجي معروف. اوكي. او نمط برمجي معروف بين المبرمجين وبالتصميم، يعني اوكي لما بيحكوا عن انماط التصميم كثير بينشاف هذا كمان كثير، يعني لما بتكون تحول من مجموعه اكبر من الانواع لوحده مخصصه اصغر، يعني عرفت كيف؟ مثلا شوف عندنا هون، عندنا الخوارزمية مثلا، عندك complex function بياخد argument هو اسمه integer، واحد تاني بياخد any، بياخد اي نوع مش مهم. اوكي. فهلا بصير هون عم تعمل convert ال int ل يعني convert ال argument هون ل integer. اوكي. convert ال argument هون عم بيحول ل integer، بس عم function convert بيحول، وبصير عندنا النوع. اوكي. مثلا هون مثلا مالت مالتيبليكيشن، لما يكون اثنين عندك لستين بدك تعمل ضرب نوعين هذلاك، اوكي، قصدي المصفوفتين، فهلا انت بس بتعمل بروموت للاي والبي وبيمشي الحال. اوكي. هلا لما يكون عندك عدد المدخلات هون، عم بحكي عن الفار ارجز، لما يكون عدد المدخلات بالفانكشنز على كيفك، على قد ما بدك زيد حط. اوكي. تبعون دوال، يعني بحكي عن مدخلات على الدوال، بكون على قد ما بدك. اوكي. وخاصة هون عم بحكي مش بس عن الدوال، عن الطرق كمان داخل الدوال. بتكون انت عم بتحدد الباراميت، يعني التايب اللي نازل بقلب المدخلات هاي. اوكي. فممكن تعملوا هالتحليل. اوكي. فبقول لك طريقه الكتاب انك تكتب var arg وتحط هون تي وان، هو مستعمل حتى تحدد هيك يعني شروط او حدود على الموضوع. فمثلا عندك فانكشن اسمه بار بياخذ اي بي، وعندك اكس بتكون اني واثنين، تمام، انه ممكن يكونوا اثنين لقدام. طيب هلا تيجي تقول مثلا 1 2 3، ماشي. هلا هون ما في ميثود، كانه فار ارج لازم يكونوا هن موجودين. ايه، هون المفروض يكونوا اثنين، لازم يكون محل يعني مع الاكس في تنتين، تمام. فهون عم بتعرف انت بس تدخلها بثلاثه، لا بعد في زياده بدك تحط هون اثنين. اوكي، يعني اي وبي واكس وواي. هلا بقول لك هون ما في اي تعريف لهذا هاي الداله، اوكي، لانك حاط انت اي وي، وهذا مش عارف شو الاي وي والاكس، لازم يكون كمان نوعهم. اوكي. فمشان هيك شو ما تعبي 1 2 3 هون كمان عم اعطيك خطا. اوكي، ماشي. هون اني نوت ماني ات، بس اذا حط هون 1 2 3 4، حطيت الاربع عناصر او اربع مدخلات، بيمشي الحال.
تمام. هلا ما تيجي تقول انت خمسة، هو محدد لك اياه هون ماكسيموم هون لاثنين، ولازم يكونوا اثنين هون حتى محل الاكس، فكمان ما بيمشي الحال. خمسة ما بيمشي الحال، فهيك بتحدده انت بالفار ارجز. اوكي تمام. كمان وبشكل اكثر مفيد، اوكي، او مفيد اكثر، هو من المحتمل من الممكن انك يعني تحدد الفار ارج، يعني الدوال المبنيه على الفار ارجز مثل ما صاير عندنا بالبار، اوكي، عبر استعمال باراميتر يعني على النوع. اوكي استعمل انه متغير على النوع يعني مهم. فمثلا عندنا الفانكشن جت اندكس تحصل على على الفهرس اللي بدك اياه، تاخذ لسته طبعا من تايب تي وعدد ارقام ان. عندك الانديسيز الفهارس بيكونوا فار ارك طبيعه رقم. اوكي وهون بقول انه هاي ممكن يعني انت بدك الاندكس للعنصر اللي مكتوب، لا يعني كيف بدي اقول، عندك لسته شو هون عم بيحكي، عندك انديسيز، عندك بار ارجز ونمبر ان، يعني هون عم بقول لك ممكن تتنادى لما يكون عدد الفهارس بيكونوا على قد ال يعني دايمنشن تبعت الاري، يعني هي شو الدايمنشن تبع قديش البعد تبع الاري تاعها. اوكي اللسته نفسها كم بعد فيها، تمام. ايه يعني بيعطيك عدد كل الفهارس، كم فهرس في باللسته، كم عدد العناصر يعني بالاخر، هيك زي هيك عم بيحكي، تمام. وبقول لك لما انت النوع للمدخلات المعطاله الداله بحاجه انه تكون مشترط عليها باستعمال بار ار تي، اوكي، ممكن كمان تكتب بطريقه اخرى مشابهه ك تي فور انستنس اف اكس، بتاخذ انتجر بيساوي اكس، هذا شورت هاند انت فيك تكتب هاي الطريقة. اوكي ممكن تكتب بطريقة تانية كتي، مثلا عندك الاف اكس انتجر، اكس انتجر بيساوي اكس، هي كأنك انت فرضت الاف بتاخذ var arg انتجر اكس. اوكي نفس الشيء اذا كتبتها هيك، اوكي كأنك كتبتها هيك، عرفت شو؟ انه معناها انها تبلش بانتجر والباقي شو ما كان، تمام؟ باقي انتجر والباقي شو ما كان، اديني اشوف هون بس افتح جودي عشان اكون عم نحكي صح. اقول اف مثلا 1 2 3 4 5، مظبوط تمام. يعني فيني احط على كيفي، بس اذا حطيت مثلا هون فاصلة خمسة هي عرف، يعني كله لازم يكون انتجر، عرفت كيف؟ انه قد ما بدك، بس قد ما بدك انتجر تحط بالفانكشن، تمام؟ هلا هون بدنا ندخل الاوبشن، لما تصير تدخل هيك القيم ثبتها من الاول. اوكي فعم بقول لك انه مثلا تعملها هيك، واذا فلتت واحد منهم بتصير كانك عم بتقول اف تبع اي بي يكون اي زائد 2 بي مثلا، لو يكون عندك الفانكشن هو هذا، تمام.
او اذا حطيت الاف اوف اي بتصير انت عم بتدخل اي بس على فرض انه اثنين موجوده، اذا مش مدخل شيء بيكون عم بدخل انت الواحد واثنين بناء على الافتراض هون اوكي الموجود بين القوسين، اوكي شو قيمه الاي شو قيمه البي اذا ما حطيت انت قيمه من عندك اوكي كنا تفترضها. هلا هون انا فشلت هذا الحكي كله لانه خلص ما عادش مهم انه خلص ما هي هيك بتشتغل، عارف كيف؟ هلا هلا بقول لك هون اذا انت كمان عرفتها هيك وهي حددت هون، لاحظ هون في تحديد هون اوكي، فاذا النتيجه حتكون للاف بين قوسين مش في اللي بتعرف تعمل عمليه جمع اوكي ما حتعمل عمليه الجمع اوكي، والاف واحد واثنين هي ناقص ثلاثه اوكي. بقول لك كلمات اخرى ال ايه يعني هون الاوبشنال ارجيومنتس هدول اختياريات اوكي اللي حاطهم هون افتراضيات اللي حطيتهم او اختياريات اوكي بيكونوا هن مربوطين على على داله مش على الطرق مش على الطرق اللي طالعه من الداله اوكي. وهذا بيعتمد على الانواع لل يعني الاوبشنال ارجيومنتس انواع المدخلات الاختياريه اللي بتكون الطريقه عم بتش بت يعني اي طريقه عم تشتغل بناء على النوع تبع الادخالات اوكي. فلما يكونوا المدخلات الاختياريه بتكون معرفه بناء على شو اسمه متغير عام يعني عام على الكود كله اوكي مش محلي بشي مطرحه داخل الفانكشن مثلا النوع تبع المتغير او المدخل الاختياري ممكن حتى يتغير خلال وقت التشغيل اوكي. هلا المدخلات اللي بتعتمد على الكلمات المفتاحيه هذول بتصرفوا بشكل مختلف جدا عن مدخلات العديدة بتصفها هون اوكي ماشي بالاخص هن ما بيدخلوا بقصة الاختيار على الطريقة اوكي. الميثودز بتختارهم او الطرق بتختارهم من الدالة بناء على المدخلات الثابتة بمكانها يعني positional arguments اوكي حسب موقعها. مع لما تستعمل انت الكي وورد ارجيومنتس اوكي بيكونوا معالجين اوكي بعد او راح يستعملهم بعد ما يكون اختار الداله او طريقه الداله المناسبه اوكي. بعد ما تختار طريقه الداله المناسبه بيكون بيعالج الادخالات على كلمات مفتاحيه اوكي. هلا بلش يحكي عن اخر شيء هوم زون اوكي لسه بعد شو في بعد اوكي. طيب فانكشن لايك اوبجكتس بيحكي هون عن طرق الدوال اللي هن مربوطين مع الانواع اوكي او بحكي عفوا بقول انه هون طرق الدوال بيكونوا مربوطين مع الانواع لذلك هو من الممكن انك تعمل حيالله كائن يكون قابل انك تنادي عليه عبر اضافه طرق للنوع تاعها. هل شو اسمه هالكائنات اللي هي او هالمتغيرات اللي تستدعيهم كانهم دوال بنسميهم فانكتورز بالانجليزي بنسميهم فانكتورز. مثلا هل انت بتعرف تايب اللي هي بتخزن يعني كوفيشنز تبعون بولينوميال عندك شيء مثلا 2 اكس
زائد 3 اكس تكعيب زائد 4 اكس اس 4 وهلو مجرة، فاثنين وثلاثة والاربعة هدول اوكي تمام. سمعني كوفيشنز بالانجليزي العامل اوكي او ضارب الاس هذا اساس الاس. المهم فاذا فعمل نوع منهم بس بتصرف مثل دالة، بتكون عم بتحسب البولينوميال، بتحسب يعني مثلا 2 اكس زائد 3 اكس تربيع زائد 4 اكس تكعيب وهلا مجرد، فبيكون بيحسب هاي الفورمولا كلها اوكي. شو قديش بتساوي لما تعبي محل الاكس بشغله، فبتصير تقول ستراكشر بولينوميال من نوع ار، بيكون عندك لستة من الكوفيشنتس، لستة من هذول 2 3 4 اللي حكيت عنهم اوكي، العامل ضارب الاكسات اوكي، بيكون من نفس النوع ار اكيد. هلا هذا نوع اسمه بولينوميال. طيب هلا جاب فانكشن بين قوسين، حط شو اسمه انه البي هون بيكون من نوع بولينوميال اوكي، الفانكشن نفسه الاسم تبعه بيكون من نوع بولينوميال، برد بولينوميال هون عم ياخذ قيمه اكس. طيب هلا هون عدد العناصر تبعون الكوفيشنتس النازلين ايه ايه مظبوط اوكي كوفيشنتس اي اوكي بي ضرب هلا فهمتش انا هون اخذ اخر لستة V تمام هي شو جابه اخر اخذ اخر عنصر وعم ينزل فيهم نزول مش عم يطلع فيهم طلوع، عرفت كيف؟ عم ينزل فيهم من بيطلع يعني بياخذ البولينوميال مثل ما حكينا بياخذ اعلى اس ببلش فيه هو بالاول اوكي، يعني قلنا مثلا 2 اكس زائد 3 اكس تربيع زائد 4 اكس تكعيب، فبلش بالاكس تكعيب بنزل بال اوكي بنزل فيها ل 2 اكس هيك ماشي، وبرد بيعوض بالاكس وبيجمعهم اوكي. بعدين هون بقول p polynomial بين قوسين بيساوي p تبع 5 notice that the function is specified by type instead by name اوكي okay. هون صار الفانكشن عم بينادي عليه بحساب باستعمال اسم النوع مش بالاسم العادي اوكي okay. وعرف انه هو function بهالطريقة انه هو بيعبر عن p5 اوكي okay. هلا طبعا مع الفانكشنز العاديات متعود عليهم في طريقه واضحه اوكي طيب هلا p بتساوي بولينوميال تبع اللستة هاي اوكي اوكي هلا هون دخل لستة ما عادش دخل شو اسمه على البولينوميال اي اكيد صح لانه على النوع هون اوكي 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 هلا صار فيه دغري يعمل له كونستراكشن هيك عرفت شو، فهلا بصير بيعمل هاي اللي هي اصلا لازم هون شو يعبي
فوق بالفكتور، عرفت كيف؟ بدي اخذ شو لستة مطرح الفكتور البولينوميال بهالطريقة دغري بعبيها من البولينوميال. اوكي مش بيجي بيعبي البي دوت كوفيشنتس، دغري بعبيها من البولينوميال، ركب يمشي الحال. طيب هلا بي 3، بي 3 وعندنا 9 3 1، لما تحط البي بدك تحط الاكس بتكون 3 تمام. ايه هلا اذا بي ما في شيء حط هو بالافتراضي فوق انه هي تبعت الخمسة بناء على هدول. اوكي method design and avoidance of ambiguities جوليا. هلا هون عم بيحكي عن طريقه تصميم الداله والتفادي الغموض اللي ممكن يطلع معك، انا ما تعرفش باي داله بدك تفوت او باي ما الطريقه بدك تفوت. هلا البوليمورفيزم هو تعدد الاشكال تبع الطرق بجوليا، هو وحده من الطرق او المزايا القويه اوكي في جوليا طبعا. لكن انه كيف انت تستعمل هيدي القوة اوكي ممكن يعني تدخلك بتحديات في التصميم اوكي، بالاخص في دوال في يعني لما يكون عندك رمية بتختار منها يعني التطبيق اللي بدك اياه من الدالة او الطريقة اللي بدك اياها بالتطبيق للدالة. وهذا الشيء يعني مش انه مش معروف انه هذا الشيء طبعا حيطلع لك نوع من الغموض وحيضيعك يعني هيك الوصلة تمام. فشو بقول هون؟ بقول لك سابقا بالحكي انه اشار انه واحد مثلا ممكن يحل الغموض انه يصير يعرف والله الواي شو ممكن تكون، يعني يكون مثلا عندك اكس مش معرفه شو بتكون بالضبط بس حاط الواي شو بتكون فبتعطيها واحد، اذا حددت الاكس ما حددتش الواي يعني حط اثنين. طيب هلا بس لما تعرف هون لما يصير عندك هيك، لما يصير عندك هيك وانت مش عارف شو هذا بتحدد اكثر بهالطريقه، وهذا قصدي يعني انت هون مثلا عندك الاكس مش معروفه مره ومره ثانيه بتكون الواي مش معروفه وكل مره بتعطي قيمه، فهيك بتصير بتضيع الكومبايلر. هلا لا انت احسن تصير تحددها هيك مره واحده ماشي، فهيك داخل هو انتوا عارفين رح ياخذ اداء واحده اوكي، واداء واحده حتكون الانتجر اوكي لانه كلها واضحه يعني مكتوب كل الانواع فيها. هلا هذا عادة الاستراتيجية الصحيحة، ولكن في بعض الحالات اللي بيكون عندك هالنصيحة هاي ممكن تكون بشكل أعمى يعني بدون ما أنت تنتبه بتكون يعني مش منتجة أوكي مش مفيدة تمام. وبالأخص لما يكون عندك دوال in particular the more methods a generic function has اوكي يعني بالاخص لما يعني كل ما كان عندك يعني دالة عامة عندها طرق اكثر طرق تنفيذ اكثر تطبيقات اكثر لهي الدالة، كل ما كثروا التطبيقات يعني لنفس الدالة الاحتمالات انه طبعا حيكون في اكبر يعني احتمال وجود غموض حيزيد طبعا يعني اوكي. لكن لما الداله تبعت او لما يكون عندك يعني هرميه التطبيقات لنفس الداله اوكي او الطرق لنفس الداله، هون هرميه الطرق كمان بتقول هيك بتكون لما تصير تتعقد اكثر اوكي من هذا المثال البسيط بتكون انك انت سألك تاخذ دوات وتفكر بشكل افضل انك شو تنقي وشو تعمل وهيك، عرفت كيف؟ فهلا عم بيعطينا هون
بعض التحديات. تمام، مثلا عندك هون توبل بياخذ من نوع ان او انتجر. اوكي، ان توبل. هلا هون واحد، هون لما تحطه انتجر بتستعمل اثنين. تمام ماشي، عندك توبل بس بيكون انتجرز ومرات بيكون من فلوت، بس هون في عندك ان وهون عندك ان. هدول مش معروف شو ممكن تختار بيناتهم، عرفت شو عم بقول لك؟ اوكي، هذا بسبب انه مثلا ممكن تحط الان هون تكون صفر، ما هي الصفر ممكن انتجر تنزل بين الانتجر او الفلوت، شو فيها مش مشكله. اوكي، فما في عندك انت طريقه تعرف هذا، فحتى تحل هاي القصه ولا شيء لما تحط التوبل. لما حتى تحل هالقصة والغموض هذا والضياع هذا، انك تعرف طريقة تطبيق الأدالة بتكون او ميثود هون للامتي توبل. اوكي، فبكون عندك لما يكون عندك توبل فاضي حطها ثلاثة. تمام، انا ما فهمت شلون، في شغله ما انتبهت لهاش. هو بقول لك هون لما يكون عدد العناصر يكون صفر، مش انه الرقم هون صفر اللي عم تستعمله، عفوا. اوكي، هون عم بيحكي عن عدد العناصر. اوكي، لما يكون عدد العناصر تبع يعني يكون مثلا حاط انت خصص الرقم الصفر هون بالاخص، انا عم بحكي عن عدد العناصر بقلب التوبل، يعني بتحكي العدد الزوجي هون. تمام، مثلا هو بس جاي ما فيه شيء بينات، يعني عم تعرف تكتب بس هيك، يعني عم تكتب بس هيك هيك، اذا هاي فاضي بس. تمام، مش انه اذا جاي فيها عناصر زي هذه. تمام، فلما يكون عدد صفر ما عادش بتعرف انت بدك هاي ولا هاي، عرفت شو؟ هذا هو اللي بقصده، فمشان هيك تعرف وحده فاضي بتقول له خليها تطلع النتيجه ثلاثه وخلاص. تمام، كمان كمان في طريقه ثانيه لكل كل الدوائر ما عدا وحده، انت فيك تصر انه في على الاقل عنصر واحد في الليستة. اوكي، هون عم تقول له ان توبل الان، اوكي، لازم تكون واحد. اوكي، هذه بتكون فول باك، يعني اذا صار عندك شو اسمه انه لازم يكون على الاقل في عنصر واحد في التوبل. اوكي، مش انه يكون في فراغ توبل فارغ، يعني عدد زوج فارغ. ولما يكون عندك مثلا فلوت والباقي بيكون فار ارج فلوت. اوكي، يعني اول وحده لازم يكون فلوت والباقي بيكون فلوت على قد ما بدك. اوكي، هيك بتكون جبرتها انه على الاقل يكون في واحد بس يكون فلوت والباقي فلوت. اوكي، بس لانك هون حطيت انت على الاقل في واحد بس، هون شو بيكون عندك انه بياخذ انتجرز. اوكي، بس هون مش فار ارت، هون بياخذ بس واحد انتجر. اوكي، بس اذا كان فلوت بتعرف تعملها قد ما بدك. طيب خلينا نكملها طالما خلصنا. اوكي، ماشي، في كثير هلا عم بقول لك، يعني خلي التصميم تبعك هون اورثوجونالايز يور ديزاين، خلي التصميم تبعك يكون غايص عمودي، يعني اوكي هيك انا بفهمها، ما بعرف اذا هيك قصده يعني. تمام، هلا بنشوف. يمكن تكون انت يعني بتنغر انك هيك يعني تنسحر، انه مثلا بصير بيجي على بالك انك انك شو اسمه يعني تعمل ديسباتش، تعمل اختيار على نوعين او اكثر من الادخالات. ف تخيل مثلا انت مثلا عندك هيك هذا الفانكشنز. اوكي، فبقول لك ما تكتب يعني الفانكشنز كل مره، هيك مره الاكس بتاخذ اي 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 بي، عرفت شو؟ كل التركيبات
انت ممكن تيجي على بالك مثلا او فكر انك تعملها هيك، تعملها الاف تبع اكس اي والواي اي، اوكي، بعدين الاف اف تبع اكس واي، اوكي، هو الجي تبع اكس والجي تبع واي، اوكي، بحيث ان الجي هو بيحول النوع كله لتايب اي، اوكي، الجي بيحول الاكس والواي للنوع اي، اوكي، هيك بكون الاي هو يعني بتعمل نوع من التحويل هيك، فبترجع كل شيء للاي، بس ما تعمل نفس التكويد للكل، اوكي، خلي بس يكون عندك تحويل فانكشن يحول لك اياه يعني للاي اذا كانوا بيشتغلوا كلهم نفس النوع. كمان استراتيجية أخرى بتستعمل فانكشن بروموت، بتكشفها هيك لإلك، خليك تستعملها حتى تستعمل الاكس والواي على ويصير يشتغل على نوع موحد، اوكي، بيناتهم، يعني انت جرب فلوت، خليهم كلهم يصير فلوت او كلهم يصير مثلا بالاخر نمبر. فعندك هون التي، تمام، انه بحيث انه الفانكشن اف اوف اكس بيشتغل على اف اوف اكس واي بيشتغل على تي تايب تي. هلا هون بترد بتعرف انه ما يكون شو ما كان النوع، هون مش محدد تي، اعمل لهم بروموت، اوكي، بس لما يكون في تايب تي عرف الفانكشن تمام كيف بيشتغل، بعمل لهم بروموت هون. بقول لك مخاطرة واحدة بهاي او المشكلة مشكلة واحدة بهاي التصميم هو الاحتمال انه ما في، ممكن ما يكون عندك اي طريقة لتعمل الترقية هاي حتى توحد الانواع، اوكي، تبع الاكس والواي لنفس النوع، اوكي. اوكي، فهي حتصير تعمل زي نوع من الانفينيت لوب، اوكي، وبعدين تصير بالاخر تطلع ستاك اوفر فلو، اوكي، فبتكون انت هيك لعنت البرنامج كله من الاخر. طيب كمان في عندك انك تمرق يعني كل مره ارجيومنت على حدا، اوكي، كل مره بدوره، طيب. هلا هون كمان انا مشكلة مليت من هالموضوع لانه ما له طعمه صراحه، يعني خلاص انت عم تكتب الفانكشن وخلاص، اوكي، حبيت تحدد بتحدد، يعني ما مش عارفه شو كل هذا، يعني انا مش، هلا هون بقول لك اذا انت بدك تعمل توزيع او اختيار يعني ارجيومنت معين كل مره بوقته، اوكي، كل مره بتاخذ لك شيء ارجيومنت، يعني بتاخذ لك مدخل معين تشتغل عليه، فبقول لك ممكن يكون في انه يعني مخارج هون، حلول كمخارج، بمعنى انك انت كيف عملنا هاي وينية، يعني قال لك زي بقول لك هون خلص خليها هيك بالاخر، شو انه خليها تاخذ، لازم يكون في على الاقل عنصر واحد، عرفت شو؟ ببسطها هو هالقد بده، فهذا المخرج هون مثلا زي ممكن بقول لك انت لو بدك مثلا دخ تحاول تعمل ديسباتش على عدة ادخالات، في العديد من الفول باكس، يعني اللي حكينا عن المخارج هون او النقاط اللي رجوع، اوكي، يعني نقطة رجوع اللي لازم ترجع لها اخر شيء، يعني اوكي، مع العديد من التركيبات حتى تعملها شو اسمه اكثر عمليه، خليها هيك يعني شكلها عملياتي اكثر هيك لها معنى، اوكي، حتى تحدد كل ال يعني كل الاشكال الممكنه، اوكي، للداله، وبعدين انه كمان فكر انك تقدم زي نيم كاسكيد، اوكي،
اكس جيد اوكي وير فور اكزامبل وير فور اكزامبل يو ديسبير ديسباتش اوف ذا فيرست ارجيومنت اند كول اور انترنال ميثود. طيب يعني شوف هون انت عم بتعمل تختار بناء بصير على نوع الارجيومنت الاولاني اوكي، وبعدين بتصير بتظبط الفانكشن المناسب. اذا كان عندك الفانكشن اخذ على البي بتصير تاخذ على الفانكشن اللي بيشتغل على طريقه البي اوكي، هيك بتصير ماشي. فهيك تعمل انت طريقه يعني زي سلسله من الدوال بهالطريقه، كل وحده بتعرفها فيك تعمل هيك ماشي. كمان هون بقول لك اوكي هلا كمان بقول لك دير بالك انه هاي الاستراتيجيه اللي ماشي اذا اخترتها هاي الاستراتيجيه عندها على الاقل يعني سلبيه كبيره اوكي، سلبيه واحده كبيره على الاقل يعني اوكي. بالعديد من الحالات هو مش ممكن انه للمستخدمين انه يعني يعملوا نوع من تكييف الجالي على كيفهم اكثر من هيك اوكي، عبر تعريف شو اسمه تحديدات اكثر من الفانكشن اللي انت كاشفه اوكي او الفانكشن اللي انت وزعته. فبدا من هيك هن عليهم انه يحددوا التخصيصات ل شو اسمه للدوال يعني الطرق طرق الزاله الداخليه اوكي، الاف اي والاف بي اوكي. وهذا الشيء بي يعني بيغبش الاسطور بين الدوال اللي انت صدرتها والدوال الداخليه اوكي. طيب هلا هون هون بحكي الابس كونتينرز يعني الحاويات المجرده وانواع العناصر. طيب هون عم بحكي عن الستات صار مره ثانيه، فاذا بالمكان اللي ممكن يحدث فيه اوكي حاول انك تتفادى او على قد ما بتقدر يعني حاول انك تتفادى تعريف دوال اللي هي بتعمل ديسباتش بناء على نوع العناصر اوكي لحاويات تشتغل بشكل مجرد، يعني بشكل مجرد انه عم تحكي عن لستة ما بهمش شو نوعها، بس حاول ما توزعش على نوع معين داخل اللستة اوكي. فعندي هون اذا عندي شيء مثلا اي هون اشاره الناقص اوكي، اشاره الناقص عم بيستعمل هون اوكي. في فانكشن على الري من نوع تي وبدخل فيه الديت، فعم بيحاول من اشاره الناقص اشوف الفروقات بدا من هالتاريخ بحيث انه تي بتكون ضمن الديتس اوكي. طيب هذا بيخليك انه لاي واحد بيعرف داله ثانيه مثلا انه شرط الناقص ويعرف مع اللسته وتكون التي مش مهم شو هي تمام. انت هون بس حددت التي انه بالكثيره تكون ديت تمام طبيعتها. طيب فهذا الشيء هون عندنا ماي اري تايب هون اوكي. اذا حدا عرف التايب تبعه على كيفه اري تايب على كيفه تي هيك بصير يخربط الموضوع كمان يعني. بس هول كلهم بديش اوقف لحد هون صراحه، انا
يعني ما حابب أكون مقصر في الشرح، بس ما في شيء يعني مهم بالنسبة لنا إحنا. تعال تكتب البرنامج و أوكي. يعني انت حتكتب functions دائما، تعودوا الشباب من الاخر بس اكتبوا functions بدون يعني بعدون على بعض الاسماء، كل واحد لحاله وخصها شو يعني. كل عمري هيك انا بشتغل تمام، انما هذا التخبيص الزايد بلا صراحه يعني. اوكي، وهذا كل شيء، والسلام شباب. اوكي، نراكم.